هذا الدخول المدرسي وضعناه تحت شعار تحول المدرسة العمومية من أجل تلاميذ متفتحين وناجحين. وكما لاحظتوا في هذا العرض اللي قدمت هناك 4 ديال الأولويات اللي احنا حددناها. هناك أولوية اللي هي مرتبطة بتسهيل وتحسين ظروف الدخول المدرسي، هذا يعني نحسنوا العرض، تأهيل المؤسسات، نوفروا الدعم الاجتماعي، نخلقوا نسهلوا المسطرة ديال التسجيل ديال إعادة التسجيل ديال التلاميذ. هناك واحد المحور اللي هو متعلق بتطوير تحكم التلاميذ من تعلمات الأساس، وهذا إلا بغينا نضمنوا تكافؤ الفرص. وفي هذا الإطار هناك واحد العدد ديال الأوراش اللي هي مفتوحة، اللي هي عندها علاقة بالجانب البيداغوجي، بالمناهج، باللغات، بواحد الأنشطة اللي هي تتمر داخل الأقصى. هناك محور ثالث اللي هو عنده علاقة بتفتح تحسين أو تطوير أو تعزيز تفتح التلاميذ من خلال واحد العدد ديال الأنشطة اللي هي أنشطة ثقافية، فنية، رياضية داخل المؤسسات، وتعزيز نوع من الاستقلالية ديال هذه المؤسسات، والبعض منها تكون عنده ذاك الإشارات الجودة لابيليزاسيون. وهناك جانب اللي هو متعلق بالوضعية، تحسين لا التكوين ولا الوضعية ديال أطر تربوية وأطر الإدارية. وهناك مجهود للدار لا فيما يخص تكوين الأساس والتدريب داخل أقسام داخل المؤسسات التعليمية. وهناك أيضا من طبيعة الحال موضوع ديال النظام الأساسي الجديد اللي احنا اللي هو مرتقب باش تنزيل ديالو المصادقة عليه في الأسابيع القليلة القادمة. هادو بعض المحاور لتتبين الإصلاح الآن تدخل داخل الأقسام، وغادي يساعد باش داك الأهداف الاستراتيجية اللي هي كاينة في خارطة الطريق يمكن يكون واحد التقدم في النتائج المحصلة داخل الأقسام.